انا ومدينه مصر بندور على ألذ عيله في مصر. في كل مره هيكون معانا عيلتين، العيلتين دول هيلعبوا بعض 3 العاب، كل لعبه ب 30 نقطه، يعني الاجمالي 90 نقطه. في 10 نقط مننا لذاذه علشان خاطر نساعدكم توصلوا اللقب ألذ عيله في مصر. خلونا نرحب بالعيلتين اللي معانا النهارده وهم عيله سويدان. الشعار سويدان دان دان. العيلة التانية النهاردة هي عيلة زهران. الشعار زهران. ده هنا مختلفة، في هنا يا سويدان وهنا زهران. زهران منورنا يا لزاز، منورنا. علشان نبدأ الألعاب ونبدأ نحسب النقط، محتاجين الأول نختار أنهي عيلة اللي هتبدأ، ودي برضو هنعملها بلعبة. أطلع هنا؟ فضل هنا. اللعبة دي اسمها بدون أو لا، أسئلة سريعة لمدة دقيقة، إجابات سريعة منطقية من غير ما نقول كلمة أو لا. مايا أنت أكبر من أخوكي؟ هو أكبر. يعني أنت الأصغر؟ أنا أصغر. بثلاث سنين؟ سنتين. سنتين بس؟ سنتين بس. أنت في كلية صح؟ مدرسة. مش كلية؟ مدرسة. عايزة تخش كلية إيه؟ عين شمس. دي كلية ولا الجامعة؟ جامعة. إيه الفرق؟ جامعة فيها كلية. لكن الكلية ما فيهاش جامعة. الكلية فيهاش جامعة. تزعلي من بابا امتى؟ لما يزعق. هو دايما بيزعق؟ مش دايما. من؟ لا. طقطق في الثانية 23. لا. والله صمتي. برافو. طقطق دي ما بتطلعنا من اللعبة. طيب. نروح لعمر. عمر. جاهز؟ جاهز. عمر أنت متعود تلبس الساعة في إيدك الشمال؟ المفروض المفروض ده ما خدش 4 ثواني يا حبيبي. ونحيي مايا انها صمدت معانا كده. يبقى عيلة سويدان اللي هتبدا، اتفضلوا اماكنكم. اول لعبه معانا النهارده بنختبر كل عيله تعرف بعض قد ايه. سالنا كل عيله سؤال يخص الاب، والاجابه كانت بخمس حاجات. المفروض ان احنا هنسال الاب دلوقتي ويخمن ايه هم الخمس حاجات اللي عيلته قالت عليهم. لو جاوب 3 اجابات غلط الدور بيخلص. جاهزين؟ جاهزين. ايه اكتر 5 حاجات بتنرفزك؟ المواعيد كبيره قوي في المواعيد. اوكي. مواعيدهم اخرهم كام في البيت؟ يعني ممكن 11. 11 ممكن. وده مضايقكم ولا ده لذيذ ولا ايه؟ مضايقكم؟ لا لذيذ. لا بس مش المواعيد. طب انا بكسر القصه دي مع نفسك يعني. ماشي. تاني حاجه دوشه، ممكن لما بيبقى صوت عالي قوي. هو الدوشه اجابه غلط. ادي واحدة. ها الطلبات كتير اللي هو زي اطلب الحاجة كذا بره زي الزن كده يعني اسرع حاجة. تاني حاجة غلط. في حاجة بتضايقك كده مثلا هم رايحين مشاوير اللي هم يحافظوا على الطريق وهم ماشيين والحاجات دي هم كان مش موجود يعني طريقة السواقة مزعجة. طريقة مزعجة مش ممكن. وده عند البنات بس ولا كمان عند الولاد؟ البنات بس. بنات اكتر. البنات بتعرف تسوق يا جماعة. ايه ده بيحاولوا تحيز ولا ايه؟ طيب ايه كمان؟ النور. ايه النور مثلا؟ انا بطفي تقريبا كل نور البيت 10 مرات في الساعة تقريبا. وعموما احنا لما بنكبر ونبدأ نلف على الأوض ونطفي النور. صحيح ده علامة نضج ان احنا كبرنا. قبل كده لا. اوكي. في حاجتين كمان يعني لما يخلصوا الحاجه يرجعوا مكانها، دي حاجه برضو النظام. ماشي يعني دي حاجه برضو. طيب شجعوا بابا. عيله سويدان بشويه مساعده مننا واضح ان هم عارفين بعض كويس وعيله مترابطه. احنا سالنا اميره وعمر وملك ايه اكتر 5 كلمات شريف بيقولهم في البيت، تفتكر قالوا ايه؟ عمر انت ما عملتش الهوم ورك؟ او روح ذاكر مثلا؟ او روح ذاكر ممكن تبقى كده. يلا يا عمر اصحى متاخر على المدرسه. غلط. يلا بينا احنا متاخرين على ميعادنا. يعني مفيش حاجه كده ليها دعوه بفاكهه. ايه يا فافي احنا تاكل بطيخ وفي تاكل بطيخ. ايوه كله في البطيخ. اجابه صحيحه. ما يجي واخدك مثلا لما يجي ياخدوا رايك في حاجه او يطلبوا منك طلب بتقول لهم ايه؟ وبعدين ايه ساعات بقول بعدين ونتكلم بعدين. اجابه صح. الوقت خلص وهي اخر حاجه قالوا بتقول يا حلاولو. يا حلاولو. دي كلمتك صح؟ يا حلاولو. يبقى كده 4 إجابات صحيحة لعيلة زهران و4 إجابات صحيحة لعيلة سويدان. جاهزين عشان نكمل لعب؟ جاهزين. استنونا. دايما يا جماعة بنسمع عن مصطلح صراع الأجيال، يعني كل بيت مثلا تروح فيه هتلاقي جيل الأهالي مش فاهمين لغة جيل الولاد، والعكس صحيح. ده اللي هنعرفه في لعبة أنا لو أعرف أقول. جاهزين؟ جاهزين. أول مثل بيقول اللي معاه قرش محيره يجيب حمام
وايه؟ وشيره. يجيب حمام ويشيره. انا عن نفسي لما بلاقي حمام بشيره. يطيره. مش يشيره؟ لا مش يشيره. يشيره. يعني ايه صحيح؟ اجابه صحيحه. المثل اللي بعده، على قد لحافك مد ايه؟ مد رجليك. يا جماعه احنا مش محتاجين اختيارات يا جماعه، ومش محتاجين الحاجات دي. الناس دي جامده جدا. اجابه صحيحه. المثل اللي بعد كده يقول لك، الشخص ده يعمل من الحبه ايه؟ على فكره احنا معانا اختيارات. ماشي، عايز اسمع. يعمل من الحبه دبه، ولا يعمل من الحبه قبه، ولا يعمل من الحبه دبه قبه. للاسف غلط. اجابه صحيحه. طب خدوا عندكم بقى المثل ده، التكرار يعلم الشطار. الشطار. اجابه صحيحه. ضربني وبكى وسبقني و واشتكى. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ لانها داخله في الموضوع اكيد. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. اجابه صح. الحيطان ليها ودان. الحيطان ليها ايه؟ شيطان. الحيطان ليها شيطان. لا صح ودان. يعني انت عديت من جنب حيطه لقيت شيطان قبل كده؟ حصلت يعني؟ الحيطان ليها ودان. ودان. اجابه صحيحه. كل تاخيره وفيها خيره. كل تاخيره وفيها خيره. اجابه صحيحه. سكتنا له دخل بايه؟ اسمع الاوبشن ده. ايه العقل ده؟ ده ايه العقل ده؟ سكتنا له دخل بعربيته، سكتنا له دخل بصحابه، سكتنا له دخل بحماره. صحابه. خناقه وكده؟ حاسه. سكتنا له دخل بصحابه. حماره. سكتنا له دخل بحماره، يبقى احنا كده ما بين حماره وصحابه مقارنه غير منصفه خالص. سكتنا له دخل بحماره. يا جماعة إيه السؤال السهل ده؟ أنا عارف مين اللي هيعرفه. اضرب الأرض تطلع قرد. قرد وقرد. ممكن أسمع الأوبشنز؟ والله أنا عاجبني العقل. يضرب الأرض تطلع مية، يضرب الأرض تطلع بطيخ، يضرب الأرض تطلع مانجا. مية. بطيخ. والله يا بنتي ده منطقي. بطيخ. عمر عايز يقول بطيخ. عشان بابا بيقول لكم كله في البطيخ، انت بالنسبه لك اضرب الارض، الارض تطلع بطيخ. ها نجرب حظنا. نجرب حظنا. هي ميه وبطيخ وايه؟ ميه وبطيخ ومانجا. تحبوا تشربوا ايه؟ مانجا. ايه؟ مانجا. انا احب عصير بطيخ. انا احس بطيخ. اضرب الارض تطلع بطيخ. عرفت بقى؟ عرفت توجيهات الأب بتنفع في إيه؟ تلف تلف وتكسبكوا في مسابقة. أنا كل يوم بقول أشرب عصير بطيخ، قلت أجرب بطيخ. آخر مثل عشان نعرف الجيل الصغير عارف أمثال الجيل الكبير ولا لأ. إيه ده؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. الناس. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. إجابة صحيحة. أنا منبهر. منبهر إن في جيل من الصغيرين فاهم الأمثال بتاعة جيل الكبار. طيب نروح للفار علشان نعرف النتيجة دلوقتي كام. عيلة سويدان 7 إجابات صحيحة، عيلة زهران 3 إجابات صحيحة. بنحييهم. تفضل. يا ترى بقى جيل الكبار هيبقى عارف ولاده بيتكلم ازاي ولا لا؟ حسام ومي، شريف واميره، جاهزين؟ جاهزين. يلا. تي بي اتش. انا عاجبني مبدئين. تو بي اونست. تو بي اونست. اجابه صح. جو جو تو ذا بوينت. جو تو ذا بوينت. هي ليها علاقة بميسي بس مش عارفة. بتقربي. ليها علاقة بميسي شوية.
go out. Go out at all. ما عرفناش. انا قلت نص. Greatest of all time. قلت نص إجابة يعني. هي هي. نص إجابة. O M W. On my own or on my way? On my way. إجابة صح. ال ام كي دي بقى سهله جدا. ليميت ماي نوليدج. ليه ليه ممكن تبقى كده؟ ليت مي نو. اجابه صح. راضين عن مستواهم خالص؟ هي بدات حلو جدا. راضين عن مستواهم؟ ايوه طبعا جامدين. ايوه شفتي. يولو مين هيكلكس؟ مين عارفها؟ من غير ما يقول عارفينها؟ عارفينها؟ طب احنا ممكن ما نقولش ايه هي؟ ايه؟ بس نسهلها لهم كده يعني. الانسان طبيعي بيه؟ بنبسط عشان ايه؟ نعيش؟ ها؟ مثلا ليفالون؟ ليفالون؟ الانسان بينبسط علشان يعرف يعيش تبقى ليفالون؟ لا بس لسه ها؟ You only live once. برافو. حاجة زي دي مش عارف. والله اخترعتها. اي واي كي واي كي. طب ندي هنتس؟ هلا واحتاجه. انتوا ناس بتربطكم المودة. انتوا كعيلة زهران. ادونا شوية مواد. فانتوا حبايبي بتحبوهم عايزين تساعدوهم بس احنا مش هنساعدهم دلوقتي. شيخ البلد خلف ولد. If you know you know. ايه صح؟ صح؟ معقولة؟ مش يسمع يا خالد انا بجرب. تي تي واي ال. زهران انت شخصيتك قريبة قوي. شخصيتك قريبة قوي من الجملة دي. ما فيهاش بطيخ. ليمون. سمعيني صوت الفرخة وافتي زي ما انت عايزة. غلط. فكروا. حد عارف؟ احنا عارفين. انتوا الاثنين عارفين. طب يعني تعالوا كده عيلة سويدان نحاول نقول لهم بس ما نقولش. وبعدين وي توك ليتر. توك ليتر. توك تو ليتر. توك تو ليتر. إجابة مظبوطة. نعمل فيكو إيه؟ اس يو اس. فيو سو. سوري. نسيت أدوس. طب كده حاجة. مين اللي كلكس الأول؟ هو الأول. أنا كلكس الأول والله. هي إجابة غلط. كمان؟ سسبيشس. طب انت كنت هتجيبها بذمتك؟ لا طب. بي عارفين؟ فكر 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 عشان تعرفوا بس ان ولادكوا فاهمينكوا اكتر ما انتوا فاهمينهم. طب غششيني طيب. عايزه الغش. بي باينه. ايه؟ باينه؟ بجد؟ معقول؟ والله انا باينه. لو باينه بيفور اني ون ايلس. هي دي اللي باينه؟ لا كانوا جايبينها غلط احنا كلنا. بجد؟ واي ان كي. دي سهلة قوي يا جماعة. دي سهلة قوي. أيوه. You never know. برافو. انتوا شايفين أهاليكوا فاهمين لغتكوا ولا لأ؟ لا. تعالوا نحييهم لأن هم كمان عارفين انتوا بتتكلموا ازاي. نرجع مكاننا. قبل ما نروح للعبة اللي جاية خلينا نشوف جيل الأبهات النتيجة عنده كام؟ عيلة زهران أربع إجابات، عيلة سويدان ثلاث إجابات، عيلة زهران جيل الأطفال جاوب ثلاث إجابات صحيحة وجيل الكبار جاوب أربع إجابات صحيحة، يبقى مجموع الإجابات الصحيحة سبع إجابات. عيلة سويدان الجيل الصغير جاوب سبع إجابات صحيحة، الجيل الكبير جاوب ثلاث إجابات صحيحة، يبقى أنتوا جاوبتوا عشر إجابات صحيحة. نسقف لهم. إجمالي النقط، عيلة زهران 11 نقطة في الفقرة دي، عيلة سويدان 15 نقطة في الفقرة دي. آخر لعبة معانا النهاردة و30 نقطة، 30 نقطة دول يفرقوا جداً لو عايزين نوصل في النهاية للقب ألذ عيلة في مصر. في الفقرة دي ان انتوا معاكوا حروف كل واحد عنده حرف على صدره قدامكوا 90 ثانيه علشان تكونوا اكبر عدد من الكلمات بالحروف دي.
الفقرة دي اسمها اصحى للكلام. جاهزين؟ اقلبوا الحروف. لام ب واو واو ب لام قلب. 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 قول. قولب. أسرع. قبر. قبر. تمام. ماشي. لقب. 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 الكلمة اللي بعدها. قول. بقول ايه؟ بقول. 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 ولا بقول اللي هي بقول اللي هي اللوبيا والفول والحاجات. اللي بعده. رابط. يا سلام. يا سلام. لبق. لبق. الكلمة اللي بعدها. هي على فكرة تمشي بل. ايوه. وبل. بل. تمشي. وبل. وبل. تمشي. بدل اتنين بقى. قول. تمشي. اللغة العربية بدأت تظهر هنا بقى يا جماعة. لو. 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 قبو. 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 الكلمة اللي بعدها. بق. 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 تايم. بق. 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 هنشوف بقى الفار هيحسب لنا آخر واحدة ولا الوقت عدى. الوقت كان عدى. هو برافو عليكم. من أهم شروط اللذاذة التفاهم. وشريف وأميرة وعمر وملك عيلة لذيذة جدا. اللعبة دي بتعتمد على قد إيه أنتم مترابطين وبتفهموا بعض وقادرين توصلوا القرار سريع في وقت قصير جدا. 90 ثانية، أربع حروف، مطلوب منكم تكونوا أكبر عدد من الكلمات. معاكم 90 ثانية من دلوقتي. نبدأ. إيه؟ واو ولام وبه وقاف، ممكن نعمل منها كم كلمة؟ قل. قل. كلمة. اللي بعده. بسرعة. لب. اللي بعده ايه؟ قبل. قبل. ماشي، بس قبل ما بيبقى فيه كده بيبقى فيه لف. اللف بيجي منين؟ منين؟ من القلب. قلب. صح، كلمة مظبوطة. ها اللي بعده. لا يا عمر. ها قول. تعالي دي كله 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 قول. كلمة صح. ها بل. بقى بل. صح. ها الكلمة اللي بعدها. ايوه ايوه ماشي. الوقت خلص على كلمة غريبة جدا بس هي مظبوط تتحسب. بحييكوا جدا. 90 ثانية هنعرف دلوقتي من الفار قدرنا نكون كام كلمة، وهل يا ترى عيلة زهران كونت كلام أكتر من عيلة سويدان ولا لأ؟ هنعرف حالا. خلونا نرحب بعيلة سويدان علشان نعرف هم كمان قالوا كام كلمة صح. أنا عجباني الدخلة، سيبك بقى من أي حاجة اللي هي دي لذيذة. سودان دان دان سودان دان دان زهران 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 زهران. اصحى للكلام، عيلة زهران قدروا يجمعوا سبع كلمات صح ب 18 نقطة، نحييهم. عيلة سودان قدروا يجمعوا 11 كلمة ب 27 نقطة، نحييهم. وجد دلوقتي اللحظة الحاسمة، اللحظة المنتظرة، اللحظة اللي هنقول فيها مجموع النقط اللي حصلوا عليها العيلتين مشوار طويل للبحث عن ألذ عيلة في مصر. تتوقعوا مين اللي يكون فاز بأكتر عدد نقط؟ احنا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انتوا ناسيين حاجة قلناها في اول ما اتقابلنا وما العشر نقط البونص. انا عايز اقول لكم ان الفار احتار يدي العشر نقط لمين. بالمناصفة خمسة لعيلة زهران وخمسة لعيلة سويدان. نروح بقى لمجموعة النقط اللي جمعتها كل عيلة. عيلة زهران بعد الخمس نقط بقت 58 نقطة، نحييهم. عيلة سويدان بعد الخمس نقط 71 نقطة. ألف مبروك لعيلة سويدان، هارد لك لعيلة زهران. المرة اللي جاية عيلتين جداد لذاذة جديدة في رحلة البحث عن ألذ عيلة في مصر.